مركز كدار العلوم يا دلحيس هيركيسو سري اسمي ارديدا قيبتا بودين كي مركز كوح كبرتا نحو العلا نحو المعالي والبناء تمضي الخطى في رحلة ارديدا يا لو دلحيس قيب قيبا كميدا بيراها مقالة انتا اي دلحيس كوجين ارديدا وحايدا ما شاهدكو لكو قاتين اي ركال دوني كميد تايكو بدا عكتا وحان ارديده هالكاسي لو سميه قد ادو ونكسن نحو العلا نحو المعالي والبناء تمضي الخطى في رحلة تهمي عطاء نحو العلا نحو ارديده يا هاد رولا عيد الحيسك مركز كو سميه حان وجيوه لغد يا هنكري فرحادة يوسيدي اودانينا يا هاد الحيسك نحيا ونهج حياتنا حب العطاء حيا بنا نروي الليالي maamulaha iyo macallimiinta markaska daal culuum ayaa qayb ka ah dalxiiska ardayda waxaana markaska uu joogteen doona dalxiisada noocan kala ah si loo farxiyo ardayda wax ka barata بنا هيا بنا نبني حياة من العطاء من الهدى ومن الصلاة أحبابنا هيا بنا نبني حياة من العطاء من الهدى ومن الصلاة هذا أخ بتبسم يلقى أخا وابن يبر بأمه يرضي أبا هذا أخ بتبسم يلقى أخا وابن يبر بأمه يرضي أبا في رحلة تهمي عطاء في رحلة تهمي عطاء نحيا ونهج حياتنا حب العطاء حب العطاء نحو العلا نحو المعالي والبناء والبناء في رحلة تهمي عطاء هيا بنا نروي الليالي بالضياء نحيا ونهج حياتنا حب العطاء حب العطاء هيا بنا نروي الليالي بالضياء نحيا ونهج حياتنا حب العطاء حب العطاء يعملوا سيرى ويرضاه الإله كالنحل ما تعبت خطاه ولا عطاه هيا عملوا سيرى ويرضاه الإله كالنحل ما تعبت خطاه ولا عطاه كالنهر من يأتيه ظمآنا سقى عملا لوجه الله لا نبغي سواه
كالنهر من يأتيه ظمآنا سقاه عملا لوجه الله لا نبغي سواه في رحلة تهمي عطاء نحيا ونهج حياتنا حب العطاء حب العطاء نحيا ونهج حياتنا حب العطاء حب العطاء نحو العلا نحو المعالي والبناء تمضي الخطى في رحلة تهمي عطاء نحو العلا نحو المعالي والبناء تمضي الخطى في رحلة تهمي عطاء حب العطاء أحبابنا هيا بنا نبني حياة من العطاء من الهدى ومن الصلاة أحبابنا هيا بنا نبني حياة من العطاء من الهدى ومن الصلاة هذا أخ بتبسم يلقى أخاه وابن يبر بأمه يرضي أبا هذا أخ بتبسم يلقى أخا وابن يبر بأمه يرضي أبا في رحلة تهمي عطاء في رحلة تهمي عطاء نحيا ونهج حياتنا حب العطاء حب العطاء نحو العلا نحو المعالي والبناء والبناء في رحلة تهمي عطاء هيا بنا نرمي الليالي بالضياء نحيا ونهج حياتنا حب العطاء حب العطاء هيا بنا نرمي الليالي بالضياء نحيا ونهج حياتنا حب العطاء حب العطاء سيرى ويرضاه الإله كالنحل ما تعبت خطاه ولا عطاه هيا عملوا سيرى ويرضاه الإله كالنحل ما تعبت خطاه ولا عطاه كالنهر من يأتيه ظمآنا سقى عملا لوجه الله لا نبغي سواه كالنهر من يأتيه ظمآنا سقى عملا لوجه الله لا نبغي سواه في رحلة تهمي عطاء في رحلة تهمي عطاء نحيا ونهج حياتنا حب العطاء حب العطاء نحيا ونهج حياتنا حب العطاء حب العطاء نحو العلا نحو المعالي والبناء تمضي الخطى في رحلة تهمي عطاء نحو العلا نحو المعالي والبناء تمضي الخطى في رحلة تهمي عطاء حياتنا حب العطاء
ربنا هيا بنا نبني حياة من العطاء من الهدى ومن الصلاة. أحبابنا هيا بنا نبني حياة من العطاء من الهدى ومن الصلاة. هذا أخ بتبسم يلقى أخا وابن يبر بأمه يرضي أبا. هذا أخ بتبسم يلقى أخا وابن يبر بأمه يرضي أبا. في رحلة تهمي عطاء نحيا ونهج حياتنا حب العطاء حب العطاء. نحو العلا نحو المعالي والبناء والبناء بالخطى في رحلة تهمي عطاء. نحو العلا نحو المعالي والبناء تمضي الخطى في رحلة تهمي عطاء. حياتنا حب العطاء حب العطاء. هيا بنا نضي الليالي بالضياء نحيا ونهج حياتنا حب العطاء حب العطاء. اعملوا سيرى ويرضاه الإله كالنحل ما تعبت خطاه ولا عطاه. هيا اعملوا سيرى ويرضاه الإله كالنحل ما تعبت خطاه ولا عطاه. كالنهر من يأتيه ظمآنا سقى عملا لوجه الله لا نبغي سوى. كالنهر من يأتيه ظمآنا سقى عملا لوجه الله لا نبغي سوى. في رحلة تهمي عطاء في رحلة تهمي عطاء نحيا ونهج حياتنا حب العطاء حب العطاء. نحيا ونهج حياتنا حب العطاء حب العطاء. نحو العلا نحو المعالي والبناء تمضي الخطى في رحلة تهمي عطاء. نحو العلا نحو المعالي والبناء تمضي الخطى في رحلة تهمي عطاء. حب العطاء أحبابنا هيا بنا نبني حياة من العطاء من الهدى ومن الصلاة. أحبابنا هيا بنا نبني حياة من العطاء من الهدى ومن الصلاة. هذا أخ بتبسم يلقى أخا وابن يبر بأمه يرضي أبا. هذا أخ بتبسم يلقى أخا وابن يبر بأمه يرضي أبا. والعلا نحو المعالي والبناء تمضي الخطى في رحلة تهمي عطاء. حياتنا حب العطاء.
فينا حب العطاء حب العطاء. أحبابنا هيا بنا نبني حياة من العطاء من الهدى ومن الصلاة. أحبابنا هيا بنا نبني حياة من العطاء من الهدى ومن الصلاة. هذا أخ بتبسم يلقى أخاه وابن يبر بأمه يرضي أباه. هذا أخ بتبسم يلقى أخاه وابن يبر بأمه يرضي أباه. إذا كنت زلزلة الأرض كوب الفيشو إيك الكيلتو إذا كنت زلزلة الأرض كوب الكيلتو زلزالها بالكيلتو وأخرجت الأرض أرضها إيصوصات وإيصوبلتو أثقالها على السدد. وقال الإنسان إنسان كأوله ما لها محليدة هاي ومحاك داري يومئذ مالكا تحدث وحيكورا بكلك أخبارها بارتي يوحدوا الوثل السمية أيكورا بأن ربك ربك أيانا أو حالها أوحيودة أوشيري يومئذ مالكا يصدر الناس تدكو في كسوف ويسوف لديك اشتاقاً أيغو كوحا كوحا يروا سيئو أركان أعمالهم أعمال شو ذا سيئو أركان ومن قفك يعمل كما يمثال درة يري عصر حلائق خيرا خيره يره وأكدونه ومن قفك يعمل كما يمثال درة يري عصر حلائق شرا شرا يره وأكدونه. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قرأنا بسرعة سورة الفيل. سورة على سوى مرجول يقول الفيل أصحاب الفيل أرب يقوم بجمار في سورة النبات حجة أهبر أجور سيقوم بجمار أعبالي في المريان ورجول كيف بسم الله مقع الله ينقب الأوايا اللي الرحمن حريص كل حريصنا اللي الرحمن حريص كان من كل حريصنا ألم ترى بالكور كيف سير فعل وكسب يا رب كسب ألم ترى بيدك كيف سير فعل وكسب يا رب كرب يا أصحاب الفيل وفي في مرودي يا أصحاب تيسي ألم نعلم من فيل كيد وقف في طريق الجبال وفحارة وأرسل ميوت نعيم عليه قرطة أيام الشجرة أبابيل كوحكوحا سرمين في دراسة كان بإحداث تقاحيو بسيجين طولد وين وجعل معلوم يمكن عاد سنبال أوه مأكوين من الداخل العبريتي الشافعي رحمه الله في مدوغته العبريتي الحديث
الحمد لله الذي قد وفق للعلم والأخلاق به وللتقى حتى نحت قلوبهم لنحوه فمن عظيم شانه لم تحوه فأشربت معنا ضمير شاني فعرفت كلها بالألحان ثم صلاة مع سلام اللائق على النبي أفصح الخلائق محمد والآل والأصحاب ونتقن القرآن بالإعراب وبعد فاعلم أنه لم اقتصر جل الورى على الكلام المختصر وكان مطلوبا أشد طلبي من الورى حفظ اللسان العربي ليفهموا معاني القرآن وسنة الدقيقة المعاني والنحو أولى أولا أن يعلما إذ الكلام دونه لم يفهما كان خير كتبه صغيرا كراسة لطيفة شهيرة بعربها وعجبها ورومي ألف الحبر ابن أدرومي وانتفعت أجلة بعلمها مع ما تراه من لطيف حجمها نظمتها نظما بديع مقتدي بالأصل في تقريبه للمقتدي وقد حذفت منه معا وغنى وزدته فواه قال الشيخ رحمه الله تعالى الحمد لله القديم الباري ثم الصلاة على المختار وبعدها كثيرة الرسول منظومة مجددة الفصول منذ في عاشر الفضيل ربيع الأوائل عام الفيل إنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجر وافق العشرين من نيسانا وقبله حين وحده حانا بعد عامين غدا فطيما جاءت به مضير سليما علمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت بعد شهرين وقيل بعد أربع من سنه وبعد ست ماء شهر جائي وفاة أمه على الأبواء وجدته للآب عبد المطلب بعد ثمان مات من غير كذب ما أبو طالب العم كفل خدمته ثم إلى الشام الرحل وذاك بعد عام عشرة وكان من أمره بعير ما اشتهر وصار النحو الشام أشرف الورى في عام 25 القرى قال الشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى المتوفى 768 رحمه الله في منظومة الأمير بن تيمية يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية أسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينتهي عنه ولا يتبدل الصحابة كلهم لمذهب ومودة القربى بها أتواصل ولكلهم قدر وفضل صادع لكنما الصديق منهم أفضل وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول وأرد عهدتها إلى نقالها ورسولها عن كل ما يتخيل وبحل لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطر والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل وكذا الصراط يمد فوق جهنم دم واحد لكن وآخر مهمل والنار يصلاها الشقي بحكمة وكذا التقي